مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. اللي متابعين أحمد أبو الرب بشكل كتير كبير أكيد ملاحظين أنه عم بينزل بشكل كتير كبير بهالأيام، والسبب هو أنه كان مشغول بالأيام السابقة بأمور الإعلانات والتعامل مع الشركات، واللي خلاه ما يهتم بيوتيوب بشكل كتير كبير، ولكن هالمرة رجع وبقوة. أوكي اللي جد صار أنه أنا فضيت حالي لليوتيوب أكثر في الفترة الماضية، فبالتالي صار عندي وقت أكثر لليوتيوب، فبالتالي صرت قادر أعمل فيديوهات أكثر وفيديوهات كويسة. شارك أبو فلة هذا الستوري قبل ساعات على إنستغرام، واللي بيظهر فيه الدرع الماسي ومكتوب عليه اسم قناته على يوتيوب، ليعلن أنه قدم الطلب على الدرع ورح يوصل له بعد أيام أو حتى ممكن بعد شهر أو شهرين. فأكيد أن صالة ونارين قدموا لاستلام الدرع ولكن ما شاركوا هالخطوة. كم نسبة حماسكم لتشوفوا ردة فعلهم على الدرع الماسي؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. شاركت آياتي هذه الصورة على انستغرام وعلقت: مجهزة لكم مفاجآت، يا رب تعجبكم. ما رأيكم؟ شو ممكن تكون هالمفاجآت؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أعلن طوني من قناة سوبر فاميلي أنه مصاب بفيروس كورونا بآخر فيديو على القناة على يوتيوب، وخبر المتابعين أنه مصاب بالمرض، وعرض كمان ردة فعل زوجته كريس بالفيديو: الحمد لله على سلامته، ما يشوف شر يا رب، الله يشفيه ويعافيه. أما نارين وسيدرا وشيرين ولأول مرة كثلاثي عم بيصوروا لإعلان لماركة عالمية كتير كبيرة بدبي، فشاركوا هالستوريهات من الكواليس. جايز اليوم يوم سعيد، قولي له مين سعيد. مين سعيد؟ مين سعيد؟ شنك فيك وحاطة فلتر. المهم اليوم لأول مرة بالتاريخ أنا وسيدرا وشيرين عم نعمل شيء صراحة كتير كبير وكتير حلو، عم نصور لماركة ميك اب عالمية. رح تعرفوا كل شيء بعدين، بس انتم متخيلين الفكرة انه انا وسيدرا وشيرين مع بعض عم نصور، فكتير حلو. بالعادة على طول نصور فيديوهات مع بعض وهيك، بس هالمرة انه لشركة عم نعمل اعلان لشركة ميك اب عالمية، هذا الشيء بسرعة كذا. شاركت أم نور ستارز هذا الفيديو على انستغرام وعلقت به: اللهم أدم علينا عافيتك وشافي من لا يعلم وجعه إلا أنت، سلامات يا نور ماما. لتبلش تساؤلات الناس عن ما سبب هذا الدعاء، لنكتشف أن نور مريضة. فبنين شاركت ستوري وكتبت: أختي دائما حدي لما بحتاجها، بس حاليا أختي مرضانة ورغم كل الصعوبات اللي بتمر فيها بتبقى قوية، رجاء من الكل يذكر بالدعاء. وردت نور على الستوري: بشتقت لك حبيبتي. فشو هو المرض أو سبب المرض لحد الآن غير معروف، فخلونا ننتظر عودة نور ستارز ونعرف كل التفاصيل منها، الله يشفيها ويعافيها، رجاء دعواتكم لإلها بالشفاء العاجل ولكل مريض. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.